الله تبارك وتعالى يتعامل مع أهل قيام الليل بتعامل عجيب، فكما أن كل حبيب يتجمل للقاء حبيبه، فإن الله سبحانه وتعالى يجمل أحبابه وأهل قيام الليل إذا وقفوا بين يديه. ألم تعلم أن أهل قيام الليل هم من أحسن الناس وجوها؟ قال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يقول بعض المفسرين: الصلاة تحسن وجوههم. هذه الصلاة عبارة عن جمال تتجمل به. قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه روضة المحبين: العبد إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه، حتى أن بعض النساء كانت تكثر من صلاة الليل، فسئلت عن ذلك قالت: إنها تحسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي. حتى أن الناس يقذف في قلوبهم محبة هذه الوجوه الحسنة التي لبست ذلك النور. يقول سعيد المسيب: إن الرجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره من قبل فيقول: إني لا أحب هذا الرجل. وكان الناس إذا رأوا محمد بن سيرين سبحوا من نور وجهه، يقولون: سبحان الله. وكان صاحب قيام ليل. حتى الحسن البصري لما سئل: لماذا المتهجدون أحسن الناس وجوها؟ تدرون ماذا قال؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. حتى في قوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة. مسفرة، قال ابن عباس، مسفرة من قيام الليل، مسفرة ضاحكة مستبشرة. كان الناس إذا رأوا النور الذي يعلو وجه وكيع بن الجراح قالوا: ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. أعظم هؤلاء نورا وأكثرهم حسنا وبهاء هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وجهه كان يتلألأ كأنه مذهبة، وأما إذا تبسم سنار وجهه كأن الشمس تجري في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. ونحن لا نعبد الله فقط لأجل أن يجمل وجوهنا، نحن نعبده هيبة منه ورغبة ومحبة له، فالحمد لله. إذا كانت هذه هي نيتنا جاءتنا تلك الفضائل شئنا ما بينا. ومن هذا التعامل الرائع الذي يعطيه ربنا لمن خلى به ليلا فقام بين يديه أنه يسقيه سعادة عجيبة لا يذوقها غير هؤلاء الذين يقومون الليل. لكن تتوقع أن تذوق كل هذا من أول ليلة؟ لا، ولا من ثاني ليلة. لا بد أن نصبر أولا ثم تأتي اللذة بعد ذلك. نعم نعم، قد يتفضل الله عليك من أول ليلة، لكن الأصل أنك لا بد أن تصبر. ثابت البناني يقول: كابدت نفسي على القيام 20 سنة وتلذذت به 20 سنة بعد ذلك. فإذا مرت مرحلة الصبر وصلت إلى تلك الراحة، أبشر بكل خير. يقول أحدهم بعد أن ذاق طعم قيام الليل: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لطلبوه منا ولو بالسيوف. يقول سفيان ثوري: إني لأفرح بالليل إذا جاء. هذا أبو سليمان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. أهل قيام الليل ألذ من أهل اللهو. قال: ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. طبعا، هل ترى أن يساوي الله تعالى بين هؤلاء الذين يقومون الليل وبين الذين يسهرون على سماع المحرمات وعلى مشاهدة المنكرات وشرب المسكرات؟ مستحيل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا تلاحظون أن الإنسان إذا بات على معصية استيقظ من نومه موحش الصدر، يحس بملل واكتئاب مع أنه كان يضحك طوال الليل. وأما في العشر الأواخر يبكي الناس في القيام ويبكي الناس في الدعاء، ومع هذا إذا استيقظوا يحسون بانشراح في الصدر. كيف هذا يضحك ثم يتعب؟ وكيف هذا يبكي ثم يرتاح؟ إنها معجزة الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو جمعت لذة أهل اللهو في لهوهم وأهل السهرات المحرمة جميعا جمعتهم لما ساوت ركعة واحدة من ركعات الخاشعين. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها.